قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعجل الطاعة ثوابا صلة الرحم. والمقصود يا إخوة أكثر الأعمال الصالحة التي يثاب عليها الإنسان في الدنيا قبل الآخرة هي صلة الرحم. صلة الرحم أكثر الأعمال الصالحة إثابة في الدنيا قبل الآخرة. يقول صلى الله عليه وسلم: إن أعجل الطاعة ثوابا صلة الرحم، حتى إن أهل البيت ليكونوا فجرة فتنمو أموالهم ويكثر عددهم إذا تواصلوا، وما من أهل بيت يتواصلون فيحتاجون. رواه ابن حبان وحسنه الألباني. يعني أهل البيت إذا وقعت بينهم الصلة وكانوا يتواصلون، حتى لو كانت عندهم معاصي، حتى لو كان عندهم تقصير، فإنه ينمو خيرهم ويكثر عددهم لصلتهم الرحم. وما من أهل بيت يتواصلون فيحتاجون. صلة الرحم منفاة للفقر والحاجة. صلة الرحم منفاة للفقر والحاجة. إذا وجدت الصلة في البيت خرج الفقر من الباب.